الفيل يسقط من على الشجرة، أرسنال يتراجع للمركز الثاني بعد فترة طويلة جدا كان في الصدارة، بيقدم شوط مميز قدام سيتي وشوط تاني فيه أخطاء بالجملة أدت لخسارته 3-1 من مانشستر سيتي، والسيتي بيرجع من تاني في صدارة الدوري وبيشكل كل الضغط، بيوجه كل الضغط ناحية أرسنال. نتكلم في كل حاجة عن قمة البريمير ليج النهاردة بين أرسنال وبين مانشستر سيتي. قبل ما نخش في أي حاجة انزل اعمل لايك، لو مرة شافني اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان حلقة أول التحليل تجيلك أول ما تنزل على طول. يلا بينا نخش في الحلقة. حطني رقم واحد في الانقاصين. انا بيجا وجاي في حلقه جديده من قهوه التحليل، وحلقه النهارده هنتكلم عن ارسنال ومانشستر سيتي في قمه البريمير ليج. في بدايه المباراه او في بدايه المباراه من قبل المباراه، وجت الضربه الصاعقه على ارسنال وهي غياب توماس بارتي للاصابه. اصابه، قال لك اصابه عضليه وغيب عن المباراه. قلنا خلاص تمام، جورجينيو ممكن يحل محله في الحته دي، دي رقم واحد. رقم اتنين، المباراه داخل فيها طابع ضغط كبير جدا على ارسنال. ليه؟ لان ارسنال داخل المباراه لا بديل عن الفوز او التعادل، الخساره ستسقطه من على الصداره. الصداره الخساره هتنزله من على الصداره، الخساره هتخلي سيتي تتساوي معاه في النقط وتتصدر فرق اهداف، فبالتالي كان داخل المباراه على الضغط اوريدي. الناحيه الثانيه سيتي هو كده كده جوارديولا لعيبته عارفه ان انا ايه، انا كده كده الدوري معايا، انا كده كده هكسب الدوري. ارسنال مهما مشي ومهما بعد ومهما جري قصاد فرق نقط، هيجي عليه وقت ويوقع نقط ويخسر الدوري. ليه؟ الفوارق الفنيه بين سيتي وبين ارسنال كبيره جدا، الفوارق الفنيه سواء على السكواد ديبث سواء على اللاعبين كواليتي اللاعب كل شيء. يعني سيتي مثلا، اديك مثال بسيط، سيتي بيهاجم بهالاند وجنبه على الدكه الفاريس، جنبه على الدكه الفاريس. ارسنال بيهاجم بنكيتيا ومفيش دكه، مفيش حد عنده بديل لنكيتيا، مفيش حد حلول هجوميه. لو مثلا الفريق متازم، الفريق ضايع، ينزل ايمن من على الدكه يحوله ماتش، مفيش. عكس الناحيه الثانيه سيتي، سيتي عنده كل الحلول. انا عايز الفريق يفتح وفريق يبقى شكله افضل، انا اخرج رياض محرز واودي برناردو سيلفا ناحيه اليمين كجناح يمين، وانزل اكانجي واحول اكي باك ليفت، وكمان بعدها اخرج جريليش وهنزل فودن، ولو عايز انزل لعيبه في نص الملعب هنزل لعيبه في نص الملعب، ولو عايز اخرج هالاند وانزل الباريس اعمل كده. عنده سكواد ديبث رهيب رهيب، يقدر او اللي انت منافسه مع مانشستر سيتي في بطوله نفسها طويل زي البريمير ليج صعب جدا. ولك في ليفربول مثال، ليفربول سنه جاب فيها 98 نقطه وما خدش الدوري، وسنه جاب فيها 99 نقطه وبرده ما خدش الدوري، فرق نقطه. ليه؟ لانه كان بينافس غول اسمه مانشستر سيتي. بمناسبه ما فيش فريق في تاريخ الدوري الانجليزي جاب 99 نقطه وما خدش الدوري، ما فيش الا ليفربول قدام سيتي عشان كان بينافس مانشستر سيتي، فخسر بعد ما جاب 99 نقطه في الدوري. فالمنافسه مع سيتي صعبه جدا. ولكن تعالى اكلمك شويه في المباراه، مباراه النهارده مباراه جميله، مباراه دسمه، مباراه لو انت مش بتشجع الفريقين ولا بتشجع ارسنال ولا بتشجع سيتي هتبقى قاعد مستمتع ومتكيف بالمباراه، سواء على مستوى التكتيك، على مستوى الفرص، على مستوى اللاعبين، على مستوى الدماغ كل مدرب فيهم. مباراه كبيره، ربع ساعه اولى في المباراه كانت ليها شكل الارسنال، اتغيرت بعد الربع ساعه الاولى. ليه؟ اول ربع ساعه في المباراه مانشستر سيتي كان بيلعب بتركيه بسيطه، ان انا هعمل كثافه كبيره جدا 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 في نص الملعب في ظل ما فيش غير جورجينيو هو اللاعب اللي بيساعد، او اللاعب هو اللي بيبقى موجود في مرحله التحضير ومرحله التدرج، وبتشوف تشاكا بيتقدم لقدام ويبقى بيتحرك عموديا في انصاف المساحات، والناحيه الثانيه بتشوف اوديجارد برده بيتحرك في انصاف المساحات، فبالتالي ما فيش لاعب يحضر كويس او لاعب هيشارك في التدرج الا جورجينيو، فانا هعمل له كثافه في نص الملعب. الكثافه بتاعت نص الملعب دي هتبقى عامله ازاي؟ في الاول خالص شفنا تشكيل غريب 3-2-4-1، 3-2-4-1، الثلاثه اللي ورا كانوا اكي وروبن دياش ووكر، الاثنين اللي في نص الملعب برناردو سيلفا ورودري، قدامهم دي بروين وجاندوجان، على الاطراف محرز وجريليش ومهاجم هالاند. التشكيله بالنسبه لك غريبه، اللي هو ايه ده؟ ده بيهاجم بكل خطوطه، لو انك تهاجم هتهاجم برناردو وجندوجان ودي بروين ومحرز وجريليش وهالاند، بتهاجم بست لعيبه، تلعب بارتكاز واحد بس، ده اسمه جنان قدام نسخه ارسنال دي. ولكن في بدايه اللقاء انا شفت شكل تاني خالص من عبقري كبير اسمه بيب جوارديولا. بيب جوارديولا كان بيعمل تفصيله مهمه جدا، انا مش عايز حد من لعيبه ارسنال يبقى واحد على واحد من حد من لعيبه مانشستر سيتي،
نهائي. ده عمله ازاي؟ ناحيه الشمال هو ما كانش بيلعب باكي باك ليفت او بيلعب بثلاثه في قلب في خط خلفي، بالعكس كان بيلعب باربعه في خط خلفي. ازاي؟ وقت ما الكوره ما تبقاش مع مانشستر سيتي بتلاقي برناردو سيلفا مال ناحيه الشمال وبقى باك ليفت صريح عشان يقفل المساحه اللي في ظهر جريليش، دي رقم واحد. رقم اتنين بتلاقي جندوجان نزل في نص الملعب بقى جنب رودري في نص الملعب، اتنين في نص الملعب، وبتلاقي جريليش ومحرز رجعوا معاهم وبقى بيلعب 4-4-2 4-4-2. طب والكره مش معاه او الكره معاه، الكره معاه بيعمل ايه بقى؟ بيدخل برناردو سيلفا قلب الملعب عشان برناردو سيلفا يساعد في محطه التدرج ومرحله التحضير، واوقات كتير كنت بتشوف برناردو سيلفا اصلا ارتكاز دفاعي نمره 6 هو ورودري، وهو اللي بيساعد في مرحله التدرج ومرحله التحضير من عمق الملعب، وبتحاول تشكيل 3 ورا زي ما كان موجود على الورق. كان بيستخدم برناردو سيلفا يعني جوارديولا بيعامل برناردو سيلفا معامله كالصلصال، صلصال تكتيكيا بتقدر تستخدمه في اي حته في الملعب. برناردو سيلفا لعب وينج يمين وينج شمال ومهاجم وهمي ونص ملعب وصانع العاب ونمره 8 وكل حاجه. الان رجع النهارده لعب باك ليفت. ليه يلعب باك ليفت؟ عشان يقفل على ساكا، عشان يقفل المساحه اللي في ظهر جريليش، عشان يعمل دبل اب عليه هو سواء برناردو اكي او برناردو جريليش. طب في الناحيه الهجوميه بتلاقي برناردو سيلفا من ناحيه الشمال على جريليش علشان يعمل مثلث ما بينه وما بين جندوجان وما بين جريليش عشان يشكل ضغط كبير على توميوس ويجبر اوديجارد يرجع ويجبر كمان ان ساكا يرجع يدافع. فبالتالي السيتي ودماغ جوارديولا عبقري عبقري. شوط اول انت شوط اول تعادل جون هنا وجون هنا، ولكن شوط اول تكتيكي بحت. انت الناحيه الثانيه بقى بعد ربع ساعه من المباراه لقى مانشستر ارسنال ارتيتا لقى نفسه انا مش عارف اطلع بالكوره، مش عارف اطلع بالكوره، وسيتي هيجبرني ان انا العب كور طويله زي ما شون دايش مع ايفرتون عمل كده، وعامل لي كثافه في نص الملعب، مش عارف اخترق من نص الملعب، مش عارف احضر لعب، مش عارف اعمل تدرج، مش عارف اعمل كل الكلام ده، فيا اما العب على الاطراف يا اما العب كور طويله. لا انا مش عايز ده. جه بعد ربع ساعه من المباراه لقيت رامز ديل وقع ولم الفريق كله حواليه، ارتيتا لم الفريق كله حواليه عشان يشرح لهم الخطه الجديده اللي طبقوها. ايه بقى الخطه الجديده اللي طبقوها؟ احب اقول لك الخطه الجديده اللي طبقوها عبقريه لابعد حد برده من ارتيتا. ايه هي؟ ارتيتا عارف ان زينشينكو اللاعب الوحيد اللي في ارسنال اللي تحت الضغط الكره مش بتقطع منه خالص. فقرر يعمل ايه؟ انا في مرحله التحضير ومرحله التدرج عشان اعمل كثافه في نص الملعب مع جورجينيو هدخل زيتشينكو لقلب الملعب عشان يبقى هو اللاعب اللي بيبدا مرحله التدرج ومرحله التحضير. وفي اوقات كتير برده كنت بتشوف زيتشينكو هو اللاعب نمره 6 اللي بياخد الكره من الاثنين قلوب الدفاع وبتدي مرحله التحضير ومرحله التدرج. فزيتشينكو لما كان بيستلم الكره لما كان بيتضغط عليه بلاعب واثنين من سيتي ما كانتش بتتقطع لحد ما جوارديولا اقتنع ان خلاص هو زيتشينكو الكره مش هتتقطع منه. فقفل ممرات التمرير خلاص مفيش حل، الحل انتهت. زيتشينكو لما نزل لنص الملعب عشان يساعد في مرحله التدرج ومرحله التحضير ساعد كتير في ارسنال، ساعد كتير ان هم يتقدموا للامام وياخدوا فرص اكتر ويوصلوا للمرمى اكتر، ويدي الحريه لتشاكا ولاوديجارد ان هم يتحرروا لقدام وان هم كمان يوصلوا للانصاف المساحات بشكل سلس ويستلموا في المناطق اللي متعودين عليها مع ميكيل ارتيتا من اول الموسم. لولا التفصيله دي كان ارسنال فضل بلا حيله او بيلعب كرات طويله بس. ناس كتير تقول لك طب ارسنال كان الشوط الاول افضل، الجون جه غلطه ساذجه جدا من توميوسو، ساذجه جدا من توميوسو، بيدي الكره طبق من ده من دي بروين بيحط جول. بعد الجون ده لولا التفصيله بتاعه ميكيل ارتيتا كانت ارسنال عانى جدا 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 بقى المباراه، ما كناش عرفنا ارسنال يوصل لمرمى سيتي. الان لو كان سيتي او لو كان ارسنال حاول او ارتيتا حاول انه يخلي مرحله او يخلي الاطراف دايما واحد على واحد سواء ساكا مع برناردو او ناحية تانية مارتينيلي مع ووكر كان قدر يسجل جولين وثلاثه، ولكن ما كانش عارف يعمل ده. كان سيتي ضغطه شرس، كان ضغطه صعب صعب جدا. الشوط الاول انت ربنا رزقك بضربه جزاء، ربنا رزقك ايدرسون طلع بغباء شرس جيب في الكتية ضربه جزاء 1-1. الواحد واحد ده ساعد ارسنال جدا، لان كان لو ارسنال خرج الشوط الاول 1-0 كان من الصعب يسجل الشوط الثاني. ليه كان من الصعب يسجل الشوط الثاني؟ لان الشوط الثاني بيب جوارديولا خلاص انا عايز اكسب الماتش، انا عايز اكسب الماتش. هكسب الماتش ازاي؟
هضغط ضغط شرس وحاد جدا على لعيبه مانشستر مع لعيبه ارسنال، احاول استخلص الكره في مناطق مهمه جدا عند لعيبه ارسنال في نص ملعبها. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا اغير الهيكل. الهيكل اغيره ازاي؟ لان الهيكل اللي كان موجود في الشوط الاول مش نافع الشوط الثاني، لان سيتي في الشكل الدفاعي كان بيخسر الثنائيات، كان بيخسر الهويات، كان بيخسر الواحد على واحد، كان فيه خسارات كتير. فقرر يغير الشكل ازاي؟ خرج رياض محرز، نزل اكانجي، خلى اكانجي جنب روبن دياش في قلب الاثنين قلوب دفاع، اكي باك ليفت، العب التلت، دخل برناردو ناحيه اليمين جناح يمين مكان رياض محرز، والعب بخطتك، العب بطريقتك، هضغط ضغط شرس جدا على ارسنال، هضغط ضغط عالي جدا على ارسنال، الضغط العالي على المدافعين ولد اخطاء، ولد خطأين، سجلت منهم جونين، بقى 3-1، خلصت الماتش. السذاجه بالنسبه لي ان ارتيتا كان ساذج جدا في المباراه، او بالاخص الشوط الثاني. ليه؟ لان باين قوي من الشوط الاول ان جوارديولا بيلعب على التفصيله دي، ان انا هسجل في ارسنال بسبب سذاجه لعيبه ارسنال، بسبب سذاجه الدفاع، بسبب اخطاء دفاعيه، لان ارتيتا مصر ان هو يلعب على استحواذ في الثلث الدفاعي، وهحضر لعب واطلع بالكره من تحت قد ان انت تغلط غلطات ساذجه، وكان ارسنال الارث بتاعه ان انا دفاعي بيغلط. ارسنال غير خط دفاعه بالكامل، ولسه الدفاع بتاعه بيغلط في مباريات كلف في اهداف تكلفه مباريات. والناحيه الثانيه جوارديولا ذكي، جوارديولا مش حضر الكره من تحت، انا مش عايز الكوره، انا مش عايز الكوره اصلا تبقى معايا، كوره طويله، كوره طويله، كوره طويله، كوره طويله، خدي ارسنال انت الكوره، حضر براحتك يا حبيبي من تحت، وانا هضغط عليك ضغط شرس، اخلي الكوره اخدها منك من نص ملعبك بل من منطقه جزائك، واجيب جون واثنين وثلاثه وخلص الماتش. مباراه صعبه، مباراه كانت يعني بتحدد حاجات كتير. هتقول لي الدوري خلص، اقول لك لا، لسه بدري قوي، لسه بدري قوي قوي قوي، هتلاقي ممكن سيتي تضيع نقط كمان، وهتلاقي ارسنال بتضيع نقط كمان، لسه ارسنال عنده دور تاني طويل، لسه عنده دور تاني في ليفربول وفي تشيلسي وفي وفي في في فرق كتير، في فرق كتير ممكن توقع من ارسنال، وفي فرق اكتر ممكن توقع من سيتي، سيتي بيجيبوا بيقع في ماتشات غريبه. فلسه الدوري طويل، لسه مشجعين ارسنال انت لسه بنفس النقط، ولسه عندك مباراه مؤجله، لو كسبتها تبقى بتقدم عن سيتي بثلاث نقط، فلسه عندك الفرصه، لسه عندك الوقت، ما تهبطش، ما تتهزش، لسه بدري. وانا متاكد ان شخصيه ميكيل ارتيتا وشخصيه اللاعبين بعد الثلاث مباريات السلبيين اللي انت لعبتهم ضد ايفرتون وضد برينتفورد وضد سيتي، انا عارف ان ارسنال هيرجع برده فعل قويه جدا، ومن المباراه الجايه مش هيستنى وقت طويل. مبروك لكل جمهور سيتي، هارد لك لكل جمهور ارسنال، المباراه كانت ممتعه جدا سواء على مستوى التكتيكي او على مستوى النتيجه او على مستوى كل شيء، والجمهور والمباراه وكل حاجه. ده البريمير ليج اللي بنسيب بسببه مباريات في التشامبيونز ليج، ونتفرج على مباريات من البريمير ليج. في الاول وفي الاخر بتكرر شخص واحد هو رايي انا في مباراه سيتي وارسنال، قول لي رايك انت في الكومنتس، وقول توقعاتك في الكومنتات، هل ارسنال قادر على العوده والفوز بالبريمير ليج بعد ما سيتي ركبت، ولا خلاص سيتي ركب ومش هينزل؟ قول توقعاتك في الكومنتس، ولو حابب بودك سيرش عمل لايك اول مره تشوفني، اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان حلقه تجيلك اول باول، يعني على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام، هتلاقي في الديسكربشن تحت، ومش على فيسبوك ريتويت على تويتر. كان معاك مصطفى، اشوفك الحلقه الجايه، سلام.